كلام جميل وعجبني قوي المانشيتات المختلفة، ويمكن كمان امبارح انتوا كنتوا اتكلمتوا عنها، انا تابعت جزء من الحلقة وتابعت برضو على مدار اليوم البرامج المختلفة، والاستاذ عدلي القيعي واستاذ ابراهيم المنيسي واللي هما بيتكلموا كانوا تحدثوا برضو اكتر من مرة عن الصحف العالمية كيف تناولت يعني ماتش الاهلي وبايرن ميونخ تحديدا، وكيف تحدثوا عن الاهلي. وعجبني جدا ان في صحف عالمية تحدثت ومش بس المانية، عن يعني كان في كده عنوان بيتكلم عن الاهلي بيقول لك الاهلي العملاق او صراع العمالقه، فدي حاجه حقيقيه يعني فكره هنا ان كمان الغير شايفك حاجه كبيره كده، فاعتقد دي رساله لينا كلنا قبل للفريق ان احنا نبقى واثقين اكتر في فريقنا او يبقى عندنا كده طاقه ايجابيه يعني. اصل خلي بالك، ما هو بطبيعه الحال طالما احنا بنتكلم على كاس العالم للانديه يبقى احنا بنتكلم على كبار العالم بالمعنى الحرفي. صحيح. مش بالمجاملات يعني. صحيح. فاهمه ازاي؟ كبير كل قاره متجمعين في بطوله الكبار فيها بيلعبوا مع بعض. هو ده باختصار شديد. هو ده، فنتمنى التوفيق. وكمان التصريح اللي قاله موسيماني واللي اكد عليه اكتر من مره ان احنا بنحترم الخصم ولكن احنا لا نبالغ في الاحترام حتى لا ينقلب لخوف او تقليل من الذات. حلو ان انا احترم الخصم بتاعي بس مش لدرجه ان انا ابتدي احس ان انا قليله قدامه، ده مش مظبوط. فكلام في غايه الاحترام، ونتمنى ان شاء الله التوفيق باذن الله لفريقنا.